الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. الله عز وجل في هذه السورة بدأها بقوله عم، وأصل الكلمة هذه عن وما، وما هنا استفهامية بدلالة حذف الألف، فإن ماء الموصولة لا تحذف ألفها، مثل قول الله عز وجل إن الله نعم ما يعظكم به، يعني نعم الذي يعظكم به. أما هنا فهي عن ماذا يتساءلون. إذن هنا جاء على طريقة أو على أسلوب السؤال والاستفهام، فأخبر الله عز وجل أنهم يتساءلون، ثم جاء الجواب عن النبأ العظيم. تكلم العلماء عن النبأ العظيم، بعض العلماء قال المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال القرآن، وبعضهم قال أنه البعث، أن المقصود بالنبأ العظيم هو البعث، وهو الأقرب والله أعلم بدلالة الآيات التي ستأتي بعدها. فإن دلالات في البعث في القرآن أربع، دلالات البعث في القرآن أربع. الله عز وجل إما أن يستدل على البعث بالنشأة الأولى، كما قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وجاءت هنا وخلقكم أزواجا، أي أصل الخلقة أصلا، إذن هذه الدلالة الأولى. وإما أن الله عز وجل يقول اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج إن ذلك لمحيي الموتى، اللي هي إخراج النبات. قال وأنزل هنا، قال وأنزل من المعصرات ماء ثجاج يخرج به حبا ونباتا. الدلالة الثالثة هنا أن الله عز وجل قال في خلق السماوات والأرض، ذكر هنا أن الله عز وجل قال لم يجعل أجعلنا الليل، قال الله عز وجل أجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا، وهذه كلها موجودة في السماء. قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. العجيب وهي الألطف عبارة أو ألطف دلالة هنا من دلالات البعث، ألا وهي إحياء الموتى في الدنيا، كما حصل في قتيل بني إسرائيل، والأمثلة كثيرة، والطيور التي وضعها إبراهيم على الجبل. قال الله عز وجل في قصة القتيل فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. طيب أين هذه الدلالة في هذه الآيات؟ قال إيش؟ ونومكم سباتا، قال لأن النوم موتى صغرى. فاجتمعت الدلالات الأربع التي تدل على أن النبأ العظيم المقصود به اللي هو يوم القيامة، خلق النبات وخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان، وأصل الخلقة أن الله عز وجل قادر على الإعادة الذي خلقك في أصلك، وأيضا إحياء الموتى في الدنيا. فاجتمعت دلالات أربع مما يدل على أن المقصود هنا أو الأقرب كلها مقصودة وكلها واحدة، كما قال ابن جرير قال من كذب محمد فقد كذب القرآن فقد كذب البعث، ومن كذب البعث فقد كذب القرآن وكذب بمحمد، وهكذا. لكن الأقرب هنا أن المقصود هو يوم القيامة بدلالات البعث الأربع التي ذكرت بعدها.